جسد بلال ببراد المشفى، اليوم رح يطالعوا جنازته. شاب مثل الوردة راح بأول عمره. مين بيعرف هالولد ليش قتل حاله؟ مو أول مرة، ومع الأسف ما رح تكون الأخيرة. هالشغلة فيها إنا بتحس فيها، مستحيل ما تحس، بس لما ما حدا بيحكي ولا كلمة. نظرات سيفه الباردة لساتها ببالي، حتى جسم بلال البارد كان أسخن منها. في شي خبر عن جانو؟ آخر شي الدورية شافت جماعة على الحدود، بس مو معروف إذا كان جانو ولا لا. طيب وزليخة؟ لساتنا عم ندور على جثتها. ملاقاتها ميتة يمكن تكون أصعب من ملاقاتها وهي عايشة. زليخة مثل العادة غامضة. ما فهمت ماما، شو يعني دايرة على حل شعرها؟ والله بالزور لحتى صبرت حالي لليوم، بس ما عاد فيني أتحملها. لا بتسمع الحكي ولا بترد على حدا. هلأ أنا بفهمها، أعطيني إياها لو سمحت. دقيقة بنتي. مروة! مروة! لا تعبي حالك، بصابع نومة. قال نايمة بنتي. شو نايمة؟ شو هالحكي؟ فيقيها لحكيها. ماشي استني. اهدي شوي، لا تحمليها كل هالقد. مانك سامع شو عم يحكوا، هلأ بقلك. مروة! مروة! فيقي بنتي. ليكي أمك على الخط. أمك بدها تحاكيكي. ماما صباح الخير، كيفك؟ مو منيحة، لأنه عم توصلني أخبار سيئة عنك. شو في كمان؟ بس لأنه تأخرنا يومين على البيت؟ الموضوع مو موضوع يومين، ولا عم نكذب يعني؟ ما قلت عم تكذبوا، عم تبالغوا. بتجي لهون فوراً، فهمتي؟ بتضبي أغراضك وبتجي لهون فوراً. لا ماني جاية. شو قلتي؟ عم قلك ماني جاية لأني مو لعبة بتحركوها على كيفكم، وأنا كمان عندي حياتي ماما. مزبوط عندك، وهذا الشيء اللي مسميتيه حياتك ريحته وصلت لعندي لهون، وانا ما حبيتها لهالريحه ابدا. هلا افتحي اذنك واسمعيني. لا تعبي حالك على الفاضي، على اورفا ماني جايه. لا بالله، يعني كبرتي لدرجه انك تعانديني. ماما انا لا عم عندك ولا شيء. معناتها استني وتحملي النتائج. بنتي بدها تجنني. انت بتعرفي انه مروه عندها هيك فلتات كل فتره؟ حاجتك بقى مراد، زودتها كثير، ما بدها تعقل بقى. مستحيل تكون عملت شي غلط مثل مالك متصورة. بتكون غلطة صغيرة ما أكل. لولا العيب. خلص روحي لهنيك، ما فيك تحليها من هون. حاكيها وش لوش، وبتشوفي أمك وبتشوفي مجد.
قربتي